يعني استاذ عماد، اهلا وسهلا فيك عن جديد. عدد منه قليل ابدا، 3016 طالب شاركوا بالتصفيات اليوم. كهيئه التميز والابداع، كيف عم تسعى للكشف عن هالمواهب العلميه القيمه بسوريا وتدريبها وتاهيلها عبر مشاريعكم الثلاثه بالهيئه؟ هلا بدايه بجوز الرقم اللي ذكر هلا 3016 طالب هني لهي المرحله بس، مثل ما بتعرفي حضرتك نحن وصلنا تقريبا 55000 طالب بالمرحله الاولى، وعبر تصفيات متعدده وصلنا هلا ل 3016 طالب. هناك يعني اليه متبعه يخضع لها الطلاب حتى يستطيعون الوصول الى مرحله متقدمه اكثر فاكثر. لا شك عملية اختيار الطلاب من خلال أسئلة خاصة نقوم من خلال هذه الأسئلة التي تقوم بوضعها لجنة علمية متخصصة باختيار والكشف عن هؤلاء الطلاب. طيب خلينا نحكي، لما نقول أكثر من 55000 كانوا مشاركين بالبداية، بالمرحلة الثالثة وصلنا لرقم كمان منه قليل 3016 طالب، في آلية بتتبعوها بالأولمبياد العلمي، خلينا نحكي عن هي الآلية، كيف بيتم الشغل عليها؟ قديش فعلا في مجهود كبير؟ يمكن نحن بنجي بنصور الامتحانات وبنرجع، بس في جهود جبارة عم تقوموا فيها، في مسؤولية كمان كبيرة عم تكون على عاتقكم اليوم. هلا حتى اوضح لحضرتك شغله، نحن بالهيئه من حيث العدد ككادر بشري عدد كثير متواضع وقليل، هذا اللي بدي احكي عنه. أيوة. نحن بنعرف انه عدد قليل لكن تماما المجهود كبير، لكن عمليه التشبيك اللي عم تقوم فيها الهيئه مع الجهات الشريكه عم يوفر لنا يعني هامش كثير كبير من العمل، وعم يساعدنا كثير، وهو عامل اساسي بتقدم عمل الهيئه شيئا فشيئا. يعني في عنا لجنة علمية مثل ما حكيت، هاللجنة العلمية لجنة علمية مركزية وعنا لجان علمية فرعية، بس اللجنة العلمية المركزية هي نخبة من الأساتذة والدكاترة من هيئة الطاقة الذرية، من مركز دراسات والبحوث العلمية، من جامعة دمشق، هي بتقوم بعملية بناء الأسئلة بالتعاون مع وزارة التربية. بنقوم نحن بجمع أعداد الطلاب بشكل إلكتروني وبياناتهم، وقعنا قواعد بيانات لكل الطلاب بالتعاون مع وزارة التربية حتى نقدر نوصل لهالطلاب. المرحلة الأولى بنسويها بالمدارس، المدارس تختار الفرق تبعها، بعدين ننتقل على المناطق، والمناطق الأسئلة كلها بتتم توزيعها عبر الهيئة بالتعاون مع وزارة التربية، ولكن الأسئلة مركزية، ونحن بنراعي بموضوع الأسئلة تدرج المستويات عند الطلاب، فبالتالي يعني عملية الاختبارات يلي بتصير إن كان من حيث الأمور اللوجستية للترتيب والتحضير، طبعا هذا الحكي كمان بالتعاون مع منظمة اتحاد شبة الثورة، يعني اللي عم تقدم الكثير وتساعدنا كثير بهذا المشروع، لأنه نحن شركاء أساسيين شركاء أساسيين نحن ومنظمة اتحاد شبة الثورة. يعني تضافر هالجهود هي كلياتها هي اللي عم تسبب، هي أحد أهم الأسباب لنجاح هالمشروع هذا. يعني أستاذ عماد، لكل اللي عم يتابعنا هلأ وحابب إنه أولادهم ينضموا إن كان بالسنوات القادمة بالأولمبياد العلمي السوري، يعني أوقات نعمل هيك مثل استطلاع رأي صغير، إنه أنت من وين دريت، كيف عرفت بالأولمبياد، بيكون حدا من قرايبه أو أخوه أو إنه سمع عنه بالتلفزيون. اليوم كيف بيتم نشر أكثر فكرة الأولمبياد على مدى واسع، وهل يتم بالمدارس؟ يعني هن بيكون بيطرحوا أسماء طلاب، الأستاذ بيكون حاسس إنه متفوق بمادة معينة؟ لا ابدا، نحن بيصدر تعميم ببدايه كل موسم، ببدايه كل عام دراسي من الهيئه بالتعاون مع وزاره التربيه، بيتعمم التعميم ولفروع منظمه اتحاد شبه الثوره، بيتعمموا على مديريات التربيه، على المجمعات التربويه، على فروع الشبيبه، على الروابط الشبيبيه، وبيتم ابلاغ كل المدارس العامه والخاصه والمستولى عليها، كل هالمدارس هي بيتم ابلاغهم انه نحن رح يبدا وفق تسلسل زمني واضح. اي واحد. اثنين،
يتم انتقاء الطلاب من خلال اختبار يتم إجراءه بالمدرسة للطلاب حتى المدرسة تختار الفريق اللي بده يمثلها. ونحن ما عندنا شروط، بالعكس يعني أي طالب بيقدر يسجل ويدخل ويشارك بالأولمبياد. أي طالب بيشعر أنه هو قادر أنه يعطي حاله فرصة، تماما يعطي حاله فرصة. يعني خليني أقول مثلا، أنا واحدة من أهم النقاط اللي نحن يعني من خلال تجربتنا الطويلة، أنه في عنا كتير من الطلاب عندهم إمكانيات كتير كبيرة ومتقدمة هن ما بيعرفوا. يعني نحن خليني اختصر بشكل واضح، انه نحن دورنا هو البحث والتنقيب عن هالطاقات هاي، تسليط الضوء عليها، تطوير قدراتها، الاخذ بايدها لحتى نقدر نوصلها للعالم. وهي نقطه مهمه لما نقول بحث وتنقيب على القدرات المبدعه عند اعمار معينه، استثمار قديش مهم اليوم استثمار هدول الطلاب لمشاريع قادمه. نحن فايتين بمرحله اعاده اعمار سوريا، لما يكون عندنا طاقات وقدرات يتم رعايتها من قبلكم، من قبل هيئه التميز والابداع. اليوم قديش مهم الشغل على هي التفاصيل. يعني خليني أقول، أول ما بدينا المشروع أنه نحن بناخذهم طلاب صف عاشر. نحن هلأ مضى علينا عدة سنوات، نحن طلابنا اللي بدوا معنا بالمراحل الأولى تقريبا لحينهوا الدكتوراه، يعني اللي حيخلصوا شهادة الدكتوراه، ونحن بانتظار عودتهم اللي خارج القطر ومنهم ضمن القطر هون، لحتى يعني القانون الجديد عدة مراسيم أصدرها السيد الرئيس لحتى نقدر نرعى مستقبل هؤلاء الطلاب. كنا سابقا نقول أنه نحن أخذ الطالب عنا ميدالية أو تفوق على مستوى عالمي، وبعدين بالعكس هلا ما عاد في بعدين، هلا نحن صار في عنا دورة كاملة متكاملة للطلاب من خلال القوانين اللي صدرت والمراسيم اللي أصدرها السيد الرئيس. يعني وأكيد هذا لولا الدعم اللي نحن عم نتلقاه من إن كان من خلال المراسيم اللي أصدرها السيد الرئيس أو من خلال متابعة السيدة أسماء الأسد عقيل السيد الرئيس للمشروع، يعني والرعاية للمشروع رعاية كاملة متكاملة. يعني خليني أقول حتى زيارة السيد رئيس مجلس الوزراء مبارحة وتفقده للعملية الامتحانية كمان هذا نوع من أنواع الدعم الكبير، يلي أنه أنتوا شو بدكم. وأنا دائما بصدق يعني بيسألوني أنه شو الإمكانيات اللي بدكم إياها لنحطها قدامكم لحتى نزلل كل العقبات موجودة حتى يعني نأمن عوامل نجاح هالمشروع، لأنه فعلا في رؤية أنه هالشباب هدول هن مكون أساسي وجزء في رؤية مستقبلية لقدام نحن عم نشغل عليها. هي تماماً مهم. يعني نحن عنا مثل ما بتعرفوا يعني هيئة التميز بينطوي تحت منا عدة إدارات، إدارة الأولمبياد العلمي أو إدارة المركز الوطني للمتميزين أو إدارة البرامج الأكاديمية. نحن بالبرامج الأكاديمية صرنا موفدين الدفعة الأولى 33 طالب والدفعة الثانية تقريبا 55 طالب، هني هلأ عم يجهزوا الماجستير وتحضيرا للدكتوراه. يعني هذا اللي بيجاوب على سؤاله وبعد الأولمبياد العلمي السوري شو المرحلة المقبلة. حتى طلاب الأولمبياد صدر مرسوم كريم من العام ما قبل الماضي أنه طلاب الأولمبياد بإمكانهم يفوتوا كل الاختصاصات اللي متاحة للطلاب المتميزين ضمن البرامج الأكاديمية. ونحن دخل عنا طلاب أخذوا شهادات وميداليات مستوى عالمي واستفادوا من نص المرسوم وعم يدرسوا هلا بالاختصاصات اللي بيدرسوها زملائهم بالمركز خريجي المركز الوطني للمتميزين. حتى ابعد من ذلك انه نحن بس خلصوا هؤلاء الشباب والشابات وحصلوا شهاداتهم العليا، اماكن تعيينهم جاهزه مباشره. نعم. وين بدهم يتعينوا وشو مجال عملهم وكلياتها يعني دعم متكامل تماماً. ومنظومه متكامله. اليوم سريعا استاذ عماد، شو بتحب توجه كلمه للاهالي اليوم؟ دائما في مسؤوليه كثير كبيره عليكم، خاصه الطلاب اللي جايين من محافظات مختلفه ومشاركه واسعه عم تكون من محافظات، بيكون في مسؤولية. اليوم شو بتحب توجه كلمة للأهالي لأولادهم اللي حابين يشاركوا بالأولمبياد معكم؟ أنا خليني أحكي عن شغلي إذا سمحتي من خلال التجربة بهالمشروع. كمان ما في طالب دخل عنا بالأولمبياد إلا دخل بشكل معين وطلع بعد منا من عنا بشكل آخر مختلف كليا، وهي بشهادة القسم الأعظم من الطلاب، لسبب أنه هو بيسوي له عملية تغيير، إن كان بطريقة التفكير بطريقة الدراسة بطريقة التعامل حتى عصف ذهني تماما
تماما. فبالتالي انا بتمنى على كل طلابنا وكل شبابنا اذا تسنى لهم الوضع انه يخوضوا غمار هالتجربه، لانه رح تنعكس عليهم بشكل كثير كبير. وبتمنى من الاهالي كمان يحضوا ابنائهم انه يشاركوا بهالمشروع. ما وصلنا لرقم 55,000 الا لانه في قناعه كبيره من الأهل. عند الطلاب وعند اهالي الطلاب انه هذا الموضوع رح ينعكس عليهم بشكل كبير وثقتهم كمان بهالمشروع. نحن بدنا نتمنى لكم كل التوفيق ودائما بالتميز والابداع والوصول للعالميه يوم بعد يوم عم يزداد عن طريق طلاب الهيئه اذا فينا نقول بكل المجالات. شكرا كثير لك استاذ عماد العزب رئيس هيئه التميز والابداع. شكرا لكم. شكرا كثير لكم. بنتمنى لكم التوفيق بجميع النشاطات اللي عم تقوموا فيها، لانه في جهود جباره عم تقوموا فيها وعم تقوم فيها الهيئه.